وللحديث عن أوضاع مسلمي روهينجيا في ظل استمرار موجات اللجوء والعنف ضدهم، معنا من لوسيرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني. أهلا بك سيد عزيز. بداية، لماذا يتواصل العنف ضد مسلمي روهينجيا بهذا الشكل؟ إلى أي مدى ساهم صعود الجيش إلى الواجهة السياسية بترسيخ الانتهاكات المرتكبة أكثر ضدهم؟ تفضل. شكرا على الاستضافة. أهلا بك. نعم، كما ذكرتم في تقديركم أن معاناة الروهينجا معاناة طويلة الأمد، ليس معاناتهم ليس اليوم فقط. نعم، فما زال الاضطهاد مستمر في موطن الروهينجا في داخل أراكان، منطقة أراكان داخل بورما. نعم، والسؤال دائما يثار، لماذا يستمر هكذا الاضطهاد؟ نعم، طبعا قلت يعني لو في هذه العجالة لو تطرقنا لماذا استمر الاضطهاد إلى هذه الفترة الطويلة، فهناك أسباب كثيرة، يعني هناك أبعاد عدة في هذا الاضطهاد، ولكن نحن يعني نستطيع أن نختصر أو نختزل في جانب واحد، وهو الجانب الديني أو الجانب العرقي في المنطقة. طبعا هناك جوانب أخرى اقتصادية جيوسياسية واعتبارات التقاطعات الدولية، أمور كثيرة، ونحن الآن تحديدا يعني نركز على قضية الاضطهاد الروهينجا في البعد الديني والعرقي. نعم، نحن ابتداء لنتجاوز هذا السؤال يعني نبادر بسؤال مرة أخرى، لو أن هؤلاء الروهينجا الموجودين الآن في الداخل بداخل بورما لو كانوا هندوس لما تعرضوا للاضطهاد، بالتأكيد يعني سوف يكون هناك من يدافع عن الهندوس. لو كانوا بوذيين ايضا سوف يكون يعني لن يتعرضوا لهذا الاضطهاد الطويل الامد. نعم، لكن سيد عزيز، لماذا يجري التعتيم على قضية الروهينجيا بهذا الشكل دوليا؟ لماذا لم تسهم التقارير الأممية بتحريك الموقف الدولي أكثر لإيقاف الانتهاكات بسوية أقل؟ نعم، هو أصلا الآن في الوقت الحاضر كما قلت يعني تعرض روهينجا للاضطهاد في هذا الظرف تحديدا، هناك أبعاد أخرى لو وسعنا الأفق. نعم، هناك دول متواقعة مع الحكومة البورمية في هذا الظرف في اضطهاد روهينجا. نعم، هذا الشيء قد يكون غريب، نعم قد يكون يعني لا يصدق. هناك دول قوية في المنطقة، دول مثل الصين وكذلك الهند، وبل دول أخرى الأطراف مثل تايلاند، هي كلها دول عندها مشاكل، أو ليست فيها مشاكل، هي تلك الدول افتعلت مشاكل ضد المسلمين كما هو حال المسلمين في الهند. نعم، فهي الآن يعني تعامل المسلمين في الهند معاملة الروهينجا في داخل بورما، وكذلك الصين، وأيضا في تايلاند. فهناك مواقف متشابهة من الدول الإقليمية، فهذه الدول تحاول تغطي أو يعني تعمل نوع من الستار الخفي حول القضية الروهينجية. فالآن العالم يعيش في ظل وضع غير معروف الوجهة، تحديدا بعد بروز مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية. فالعالم بكل توجهاته، العالم الغربي والعالم ذات الأوزان الثقيلة في هذا العالم اتجه إلى قضية، وحتى الإعلام بدأ يسلط الضوء فقط في المشهد الروسي والأوكراني. وهذا بالتحديد ما أود أن أسألك عنه الآن سيد عزيز، يعني إلى أي مدى ترى أن أزمة اللاجئين في أوكرانيا فضحت الازدواجية لدى الدول الأوروبية بالتعامل مع اللاجئين بشكل عام واللاجئين من الروهينجيا بشكل خاص؟ تفضل سيد عزيز. نعم، الموضوع معروف للجميع. نعم، هناك إذا قلنا اللجوء، حتى في انت لو بحثت يعني القوانين، قوانين دولية الموجودة الآن
ضمن شرعة الأمم المتحدة بما فيها يعني إيواء اللاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. أصلا هذه الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين أو ما يعرف باتفاقية جنيف 1951، نعم. أصل هذه الاتفاقية وجدت لحماية اللاجئين في أوروبا، نعم. يعني أساسا هذه الاتفاقية وجدت لحماية اللاجئين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بعد عندما انتهت أزمة اللاجئين في أوروبا العالم بدأ ينظر بزاوية أوسع شوية وأدخل العالم المتبقي إلى هذه الاتفاقية. فلذلك نحن عندما نتكلم عن قضية اللجوء وحماية اللاجئ والأمور هذه نعني ابتداء هي الأوروبيين أساسا. فلذلك والعالم واللاجئون من العالم الآخر من الدول المسحوقة ومن الطبقات المنسية كما هو حال الروهينجا، العالم لا يلتفت إليه كلاجئين، هي مشكلة محصورة ضمن رقعة جغرافية معينة، فيحاولون يعني تبسيط الموضوع وحصرها ضمن الإقليم أو المنطقة، فلن يعني يتعاملوا بأفق واسع كما هو حال الموجود الآن بالجوانب الإنسانية المعهودة كما هو حاصل الآن في أوكرانيا. نعم. السؤال الأخير سيد عزيز، يعني إلى أي مدى بات مطلوبا تحسين أوضاع الروهينجيا في مخيمات اللجوء في بنغلاديش في ظل قوارب الموت التي تزداد في بحر أندمان خصوصا؟ نعم، في البداية كان هناك نوع من التعاطف الدولي تجاه هذه القضية، فكثير من الدول أصدرت بيانات وإدانات ونوع من التضامن مع قضية الروهينجا. الآن مرت على أزمة الروهينجا، أعني بالأزمة الأخيرة النزوح الكبير الذي حدث في عام 2017، الآن مر أكثر من 5 سنوات ولا زالت القضية في مهدها يعني ولم تتحرك. هناك يعني تعنت الحكومة البورمي، من جهة أخرى الحكومة البنغالية وهي أيضا في موقف لا يحسد عليه، لأنها حكومة بإمكانياتها وقدراتها الاقتصادية هي ضعيفة ولا تملك الشيء الكثير من الأوراق، وهي تتعامل مع القضية مرة باستجزاء إلى الصين ومرة أخرى إلى الهند ومرة أخرى إلى أفق أوسع، إلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي، وهكذا هي في حالة استجداء الدائم. ومن هنا الدول الفاعلة في المنطقة هي مثلا الآن الصين، هي بجانب الطغمة الحاكمة الآن هي في بورما، وهي الآن منذ سنتين الطغمة الآن أصبح هناك حكومة عسكرية في داخل بورما، هي ما تبالي بقضايا هامشية وعندها مشكل أكبر من القضية الروهينجية، فبالتالي أصبحت قضية مهمشة جدا وليس هناك أي أفق للحل. لذلك الموجودون الآن في المخيمات في داخل بنغلاديش وهؤلاء أيضا وصلوا لمرحلة من اليأس لدرجة أنه بالنسبة لهم أصبحت الحياة أو الموت سواء، يعني سواء وجدوا في مخيمات البنغالية أو ماتوا بالنسبة لهم سواء. فلذلك الآن هؤلاء اختاروا يعني الخروج من الواقع الذي يعيشون فيه بالمخاطرة عن طريق القوارب الخشبية اتجاه إلى أي مكان يعني يستطيعون يوصلون إليه، فما هو كما شاهدتم في الفترة الأخيرة. نعم، رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا، كنت معنا عبر الهاتف من لوسيرن سيد عزيز عبد المجيد الأركاني، شكرا جزيلا لك.